بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تتعامل مع العميل الحقير أو العميل المحبط؟ وأنا قصدت هنا أقول الحقير لأن هقول لك هو عمل إيه عشان أنت تقدر أو نقدر إن إحنا نوصفه يعني بهذا التوصيف السيء. الأول قبل ما أقول لك تتعامل معاه إزاي، حابب أقول لك إن في عرض خطير جدا إحنا عاملينه، هيبقى موجود على مدار الأسبوعين الجايين، بعد كده هيتم غلق هذا العرض. العرض ده خاص ب تخطيط، هتشوفني وانا بخطط بعمل الخطة بتاعتي في 2024، وبساعدك ان انت تعمل الخطة بتاعتك في 2024، ولينا هدف واضح وصريح وهو ان انت تربح المال في 2024 اكثر مما ربحت بكثير في 2023. رابط الاشتراك في هذا العرض هتلاقوه موجود اسفل هذا الفيديو ان شاء الله. خلوني نبدأ في المحتوى اللي هقوله لكم النهاردة. احد عملائي قال لي ان هو عمل كورس عن الذكاء الاصطناعي، وبعد ما بدأ يبيع وباع منه عدد جيد، ولكن لقى مجموعة من الأفراد وعددهم طبعا مش كبير، لكن أثرت فيه جدا نفسيا إن هو بعد ما باع من هذا المنتج عدد، أنا معرفش العدد كام بالظبط، لأن لقى حوالي 3 أو 4 أفراد يعني كلموه بشكل مش كويس عن الكورس بتاعه، بشكل محبط و يعني بشكل مش نقد بناء. يعني في عميل بينقدك نقد بناء اللي هو طبعا العميل اللي بيقولك لو سمحت الكورس بتاعك كويس، لكن انا شايف ان هو ينقصه النقطة الفلانية، والنقطة الفلانية انت شرحتها بشكل للمبتدئين بس يا ريت تتعمق فيها شوية. ده عميل محترم جدا ولازم كمان ان انت تحبه، لانه ببساطة بيحاول يعني هو بيطور كمان من الكورس بتاعك. لما تبدأ انت تضيف هذه الامور هيحبك هو اكتر، وباقي التلاميذ كمان هيحبوك اكتر لما يستشعروا ان انت مهتم بيهم. لكن العميل الحقير اللي هو بيشتم او بيحاول يسيء من الكورس بتاعك وخلاص، او بيحاول يقول الفاظ مش كويسة. زميلي او عميل احد يعني تلاميذي هو اللي عامل الكورس عن الذكاء الاصطناعي، ولقى كلام مش كويس بدعوة يعني عميل يشتري، ناس يعني بتسيب له فيدباك كويس جدا عن الكورس، وناس تانية لا تبدأ تقول له أوه الكلام ده ومكرر وهذا صعب، وانت هنا اتكلمت على أداة مدفوعة واحنا كذا، ويبدأ الكلام يعني من نوعية يعني لدرجة ان واحد قال له يعني كلكم كذا وولاد كذا، يعني أخطأ فيه وانتم يعني هدفكم تسوقوا لمنتج آخر او تتكسبوا من تسويق بعمولة داخل الكورس او امر من هذا القبيل، بس بألفاظ نابية. شوف، لازم تعرف ان اولا دول بيكونوا حفنة قليلة، حفنة قليلة من الناس، يعني كل 100 واحد يشتري المنتج بتاعك ممكن تلاقي منهم 2 أو 3 من هذه النوعية. حتى على فكرة في الكاش اون ديليفري، تيجي مثلا انت جبت مثلا دستة من ماكينات القهوة، 10 ماكينات قهوة او 12 ماكينة قهوة عندك في البيت، وناوي تبيعهم في بلدك بنظام الدفع عند الاستلام، بتعرضهم عادي في السوق المحلي عندك، و يعني تبدأ على الفيسبوك تعمل اعلان حتى بيع، والعميل بيدخل يسيب اسمه وتليفونه وعنوانه، وبتبدأ تشحن له المنتج بعد ما بتتصل بيه تليفونيا. تيجي تعمل الاعلان تلاقي 1 أو 2 أو 3 أو 4 داخلين في التعليقات، ونصاب والله جبت المكنة يا جماعة وباظت، انت لسه اصلا المكنة عندك في البيت، لا طلعتها ولا بعتها ولا عملت بيها اي حاجة. فهؤلاء النوعية هم نوعية من يعني المرضى، لازم انت تتعامل مع الناس دول انت تحذرهم، تعتبرهم مش موجودين، اوعى تخليهم يوصلوك لمرحلة اليأس او ان انت تبدأ تيأس وتبدأ تستشعر ان انت يعني اللي هو مش هقدر اكمل في الشغل ده، هشتغل كده ازاي، ده الناس بتقول عليا كذا. لازم تبقى عارف ان انت لما بتعمل حاجة وبتبدأ ان انت تنجح، بتبدأ بعد كده ان يكون ليك ناس بتهاجمك، ده وضع طبيعي جدا. انا يذكرني وناس والله كانت بتعاملني كويس، لدرجة ان في البعض منهم انا فاكره حتى الان بالاسم. اول لما بدأت اشرح على قناتي على اليوتيوب في 2016، بدأت ان انا يعني كنت او اواخر 2015 كنت بضع كورسات مجانية، لدرجة ان انا عملت 11 كورس مجاني، متخيلين؟ عملت 11 كورس مجاني، الناس كانت بتشكرني، وما كانش فيهم تسويق بالعمولة ولا اي حاجة، كانوا يعني كانوا في واحد اظن اللي هو كان تسويق كان على شوبيفاي، لكن الباقي دروب شيبنج مثلا من اي باي الى امازون، حاجات انا يعني انت لما بتشتغل فيها انا ما بستفدش خالص نهائيا، اللي هو بعلمك بس، اعلمك تشتغل على الورد بريس، اعلمك كذا، حاجات مجرد تعليمية ان انا شايف نفسي مميز في حاجة معينة فبعلمها لك فقط. وكانت ناس بتتابعني وبتسألني وبجاوبها والله. لما جيت أعمل كورس فن الأفيليت ماركتنج، الكلام ده زمان، أول كورس مدفوع عملته في 2018، لقيت واحد بعت لي رسالة يعني واصلة لدرجة السب على الإيميل، سب، وفي ناس على جروب الفيسبوك ميك ماني وذ دكتور رامي، 3 4 اللي كانوا معايا على طول في اللايف وشغالين، لدرجة إن في واحد قال لي أنت يعني لقد صنعت مننا حظيرة، أنا فاكر أوي التعبير ده، قال لي لقد صنعت مننا حظيرة يعني بتجرب فيها ما شئت ثم مش عارف. يعني قال كلام كده مش لذيذ، طبعا انا بمنتهى البساطه لاني كنت عارف ان ممكن يحدث بس ما كنتش متوقع حاجه زي كده، هم قله، لما جيت ابص لهم قله،
اتنين تلاتة بعتوا ايميلات، تلاتة أربعة في تعليقات. بالنسبة لجروب وقتها كان حوالي 30,000، وقناة يوتيوب وقتها كانت حوالي 30,000، الأعداد طبعا تضاعفت دلوقتي، لكن أنا بكلمك وقتها فكان عدد قليل. طب أنا أتعامل مع الناس دول إزاي؟ هل أنا هبدأ أرد عليهم بقى أسلوب تنمية بشرية وأقول له لأ حضرتك وأنا من حقي وأنا قدمت معلومات مجانية وعادي لما أقدم محتوى مدفوع؟ دول ناس ما ينفعش إن أنا أتكلم معاهم، دول ناس مش هتفهم بالمنطق، ما عادش هيفهم إن ده بيزنس وإن البيزنس ده حجمه كبر وإن بقى في فرد بيعمل لي المونتاج، بياخد راتب على حاجة زي كده، حد بيرفع هذه الكورسات على منصة الكورسات، بقيت مشترك في منصة زي تيتشابل برفع عليها الكورسات بتاخد مني رسوم شهرية، بعمل فانلز على كليك فانلز بياخدوا مني رسوم شهرية. ده مش الشخص اللي هدخل اخوض معاه النقاش ده عشان افهمه اصلا لفكرة ان الشخص من حقه يعمل كورسات مدفوعة يعني. فبالتالي عملت حظر فقط، وحتى هذه اللحظة اللي أنا بكلمكم بيها نتيجة الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى إن حجم الجمهور كبير، حتى أنا بكلمكم عني أنا شخصي عادي جدا، كل أسبوع كل أسبوعين ممكن نلاقي واحد كده طلع أو اتنين، بنعمل لهم حظر بشكل مباشر نهائيا. ليه؟ لأنه خلاص ما ينفعش يبقى من الجمهور بتاعي الشخص اللي هيبقى بهذا الأسلوب. أنا بالنسبة لي مش يعني خلاص وصلت لمرحلة فضل ربنا سبحانه وتعالى من الخبرة، وأنا بارد في الأمور دي بطبيعتي، فما بيفرقش معايا هؤلاء الحمقى، لكن بيفرق معايا قوي وبتحز في نفسي كده لما الاقي حد جديد وانا شايف له شايف ان هو يقدر يكون موجود في المجال بشكل كويس بس يحبط من هؤلاء النوعيات في البداية. فيا صديقي صدقني الناس دول فقط احذرهم من حياتك كلها، لا تخلي في تواصل ما بينك وما بينهم على الايميل، ولا تخلي في تواصل ما بينك وما بينهم على واتساب، لو موجودين على جروبك على تليجرام احذرهم، على صفحتك على الفيسبوك احذرهم، احذرهم في اي مكان انت مش عاوز هؤلاء الناس، دول مش هينفعوك ابدا، دول فقط هيضروك. في النهايه الكلام اللي انا بقوله ده مش قران، دي وجهه نظري وده اللي انا بعمله وده اللي انا بنصح بيه يعني الناس بالذات الجديده في المجال. لو انت عندك طريقه اخرى بتتعامل معاهم مع هؤلاء الناس ممكن ان انت تضيع لنا هذا الامر في التعليقات، وما تنساش ان هتلاقي في الرابط ان شاء الله رابط التخطيط عشان تشاهدني، ده كورس كامل عباره عن كتاب PDF عاملينه ان انت يعني بتعمل له داونلود عندك بتملأ الخطة بتاعتك على هذا الكتاب، صغير يعني بتملأ الخطة بتاعتك عليه وبتشوفني وانا بعمل شروحات بالفيديو بملاه ازاي، وبتبدأ انت تملأ هذا الشخص تملأ عفوا هذا الكتاب. الكورس ده هيكون مناسب للناس اللي بتشتغل في التسويق بالعمولة، مناسب لمقدمين الدورات لاصحاب المحتوى للمدونين للناس اللي بتشتغل في التجارة الإلكترونية. شكرا جزيلا والقاكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.